انا عايزك تشوف معايا الموقف ده. واحده ست واقفه بتزعق في جوزها بصوت عالي جدا، ويعني قربت تدبدب فيه، والراجل هو مش غلطان في اي حاجه، ورغم كده راح رايح حاضنها وهي عماله تزعق لحد ما عيطت. وبعد ما عيطت وهديت وسابها تهدى، راح بايس على راسها. ممكن حد من بره يبص على المشهد ده يقول لك ايه الراجل ده اللي مراته عماله تزعق فيه وتشخط فيه، وحد تاني يقول لك هو ازاي اصلا قادر يحافظ على هدوء اعصابه كده. بس خليني اقول لكم ازاي الراجل ده قادر يحافظ على هدوء اعصابه. لما نيجي نبص من الناحيه الثانيه، الراجل ده عنده معلومه، المعلومه دي ممكن تكون مش باينه لنا في المشهد، فاحنا مش عارفين نفهم الموقف. المعلومه اللي عند الراجل ده ان مراته بتمر بوقت معين في الشهر وهي فعلا متالمه الم جسدي ما حدش يقدر يتخيله، هو عارف ان هو ما يقدرش يتخيله ان هو ما مرش بيه قبل كده، وان عندها تغيرات هرمونيه بتخليها تتعامل او يكون ردود افعالها مع بعض المثيرات مختلف شويه او مش نفس اللي هو حاسه. فهو يبقى تقييمه للمشهد ده انه يعني الموضوع ما يستاهلش، بس هي بالنسبه لها حاسه انه يستاهل، وحاسه ان هي عايزه تنفجر، وعايزه او حاسه ان هي متعصبه. ففهمه للي بيحصل في الكواليس جوه دماغها خلته يقدر يستحمل الرد الفعل ده وما ياخدوش بشكل شخصي، بل بالعكس يقدر يحتويه ويكون رحيم جدا بيها في الموقف ده، بدل ما يبدا معاها خناقه وانت تكلميني ازاي كده وانا ما بحبش كده وبتاع، بل ان هو يواجه ده بحب وحنيه. عايزك تتخيل معايا ان الحياه فيها القدره دي، ان الانسان يشوف اللي قدامه بيحصل جواه ايه، او يبقى فاهم اللي قدامه بيحصل جواه ايه، وبالتالي يقدر يعمل رد فعل يستوعبه فيه ويرحمه بيه. لذلك واحده من اهم الحاجات اللي انا خدت قرار فيها في حياتي هو اني افرغ حياتي كلها واكرس حياتي كلها لنشر الرحمه، وده السلوجن بتاع منتال هيلث هاب، الشركه اللي انا بداتها عشان ننشر الوعي بالصحه النفسيه. كان قراري ان مش هنسميها ننشر وعي بالصحه النفسيه، لا اسمها ننشر الرحمه من خلال العلم. انسان لما بيتعلم عن النفس البشريه وبيفهم الفرق ما بين السلوك اللي بيحصل مره، ما بين النمط السلوكي، لان انا لو انا بعمل كده مره لو بعمل كده كل شهر في وقت معين بسبب معين انا مرتضيه تمام، بس لو في نمط سلوكي ان انا باذي لا، يبقى هنا دي هنا حاجه مش مظبوطه. ابقى عارف افرق ما بين امتى انا محتاج اخد موقف عشان ارحم نفسي، ما هي الرحمه مش للناس بس، اخد موقف عشان ارحم نفسي واحمي نفسي، وامتى محتاج اخد موقف عشان ارحم اللي قدامي واستوعبه. ده مهم الفهم ده. تخيل ان مدير في شركه قادر يتفهم ان الموظف اللي قدامه النهارده مش قادر يؤدي بنفس الشكل عشان هو كان بيمر بظروف معينه، فقادر يحس بمشاعر وعارف يعني ايه واحد مر بحاله فقد، فاهم يعني ايه جريف، فاهم يعني ايه وجع في النفس، في الصدر، الم في التنفس، الم في العظام. هو عارف ان هو مش بيتدلع، عارف ان هو مش بيأفر، عارف ان هو مش بيبالغ، فقادر يحتويه ويتحمله. ده اسمه ايه؟ اسمه فهم. الفهم يولد ايه؟ يولد رحمه. تخيل ام واقفه بتشوف ابنها عمال تقول له اعمل كذا مش راضي يعمل كذا، عايز تعمل كذا مش راضي يعمل كذا، وعماله بدل ما تصرخ وتزعق راحت واخداه وحضناه وقاعده وتكلمه بالراحه، وبدات تقسم له المعلومه عشان عندها علم وفهم ان الولد ده مش هيفهم بالطريقه دي، وان هو مش بيعاندها ولا بيغلس عليها، ولكن ان المرحله العمريه والسنيه اللي هو فيها بتخليه قدرته على الاستيعاب والفهم مختلفه عننا احنا ككبار، فمحتاجين نتواصل معاه بالطريقه المناسبه ليه. لما تشوف ابنك واقف وراح تش صغير ضرب حاجه كسرها في الارض وتعرف ان ده لا، هو بيمر بنوبة غضب، هو دلوقتي هو مش عارف يسيطر على غضبه، هو لسه بيتعلم المشاعر، لسه بيتعلم ازاي يتعامل معاها، فبدل ما اروح لطش واحده ولا اقول له انت قليل ادب ما تربيتش، احضنه وافهمه وابتدي اساعده بعد كده انه ازاي يفهم الشعور ده ويتعامل معاه. كل الفهم ده بالامور النفسيه هو اللي بيساعدنا ان احنا نقدر نرحم. الله سبحانه وتعالى يقول وكيف تصبر على ما لم تحط به خبره، في سوره الكهف على لسان سيدنا الخضر بيقول سيدنا موسى انك عمرك ما تقدر تصبر على شيء الا لو انت فهمته. الفهم يا جماعه بيساعدنا ان احنا نصبر، الفهم يا جماعه بيساعدنا ان احنا نرحم. وانا شايف ان اكتر حاجه احنا مفتقدينها في عصرنا الحديث ده هو ان الانسان يرحم من حوله، ان احنا الانسان يرحم نفسه هو اصلا شخصيا. حتى انا حسيت ان انا عايز اقول الكلمتين دول لان احنا طول الوقت الناس شايفانا عمالين اعمل اعلانات عن الشركه بتاعتي، وعمال اقول احنا بنعمل كورسات الفلانيه بنعمل كورسات الفلانيه، ولا مره حسيت ان انا خدت الفرصه ان انا اقول لكم هو احنا بنعمل ده ليه؟ هو انا ليه مكرس حياتي ان انا اعمل ده؟ رغم ان عندي فرص تانية في الكارير والمش عارفه ايه وبتاع، ممكن اعمل حاجات تانية كتير وتجيب لي فلوس وممكن فلوس اكتر، ولكن انا متخيل ان هو ده ده حلمي. ان سبحان الله فاكرين دايما الناس متابعيني من زمان عارفين ان انا عندي موتو كده اللي هو ايه، حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس، ده حديث نبوي، بس هو انا بعتبره الحديث ده هو ده اللي بيحركني في الدنيا كلها، لو هو ده الباب اللي هنخش بيه الجنه انا عايز الباب ده. ف
سبحان الله الانسان ازاي يكون هين لين سهل؟ ما هو هيكون هين لين سهل بالرحمه، وازاي الانسان يكون رحيم؟ هيبقى بالفهم. لذلك ننشر الرحمه من خلال العلم، ده الشعار بتاع منتال هيلث هاب، وده السبب ان انا او انا اعتقد ان هو ده سبب ربنا سبحانه وتعالى يعني علمني اللي انا عرفته ده وخلى الناس دي تعرفني عشان نجتهد على ان احنا نحافظ على ده. شكرا جدا ليكم لو اتفرجتوا على الفيديو ده، ده يعني رسالة شخصية حبيت اقولها. الناس دايما في نوفمبر بيعملوا بلاك فرايديز ومش عارف ايه وبتاع، احنا قررنا ان احنا نعمل هابي ويك. الهابي ويك ده فيه مفاجأة او اوفر احنا في العادي عمري في حياتي ما عملناه من ساعة ما بدأت الشغل من 8 سنين، ولكن وانا في الحماسة دي وانا في الشعور ده قلت ان احنا نقدم لناس عرض ممكن يفرق معهم جدا. لو حد مهتم ان هو ينشر الرحمة من خلال العلم معانا، او ان هو يستفيد بهذا العلم اللي ممكن يجعله عنده رحمة بنفسه او من حوله، تواصل معنا واسألهم على الهابي ويك اوفر. شكرا جدا ليك لو انت اتفرجت لحد دلوقتي.